اليوم كنا في زيارة تفقدية إلى منطقة النعيمية قاطع مسؤولية الفوج الثالث لواء المشاة الأربعين، ومن ثم كان عندنا لقاء مع السيد قائم مقام الفلوجة والأخ مدير الشرطة ومدير المرور والأجهزة الأمنية العاملين في هذه المنطقة المهمة والحيوية من محافظة الأنبار. داولنا على أمور تخص الوضع الأمني. حقيقة احنا نشيد بجهود المبذولة في هذه المنطقة وبتعاون المدنيين والحكومة المحلية مع الجيش ومع الشرطة والوكالات الأمنية. هذه العلاقة أثمرت عن واقع أمني متميز. اليوم هذا القضاء يشهد استقرار ويشهد حملة إعمار واسعة، وبالتالي حقيقة نحن سعيدين بما ينجز في هذه المنطقة، وتعاوننا مستمر، وإن شاء الله سنرتقي بالوضع الأمني والاستقرار إلى درجات أعلى إن شاء الله. إحنا صار عندنا حادث على الخط السريع خلال الفترة الماضية اللي هي تقريبا يعني سنة أو سنة وشهرين ثلاثة. هذا الطريق ما حدث بغير خرق أمني واحد، والحمد لله والشكر يعني الوضع جيد ومستقر. ويعني تدري احنا اليوم داعش نفذ عمليات إرهابية في جميع أنحاء العراق والمحافظات الشمالية والوسطى، وما استطاع أنه ينفذ عمليات في هذه المنطقة إلا خرق أمني واحد، واتخذنا إجراءات إن شاء الله من شأنها تعزيز الوضع الأمني على الخط السريع وعلى المناطق المحيطة به. من أجل تعزيز أواصر التعاون والتفاهم ما بين الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية، تم هذا اليوم عقد اجتماع أمني موسع بحضور الأخ السيد اللواء الركن ناصر أحمد غنام، قائد عمليات الأنبار، القائد البطل بصراحة، والذي تشهد له صولات وجولات على عموم أنحاء العراق وليس فقط محافظة الأنبار، أيضا بحضور الأخ العميد جمال الجميلي مدير شرطة الفلوجة وباقي الأجهزة الأمنية والوكالات الأمنية في العاملة في قضاء الفلوجة. بصراحة هذا الاجتماع هو قد يكون اجتماع متكرر ما بين فترة وأخرى ما بين الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية. بصراحة هذه العلاقة كانت إيجابية جدا خلال فترة التحرير ومن ثم عمليات الإعمار، لولا جهود أبطال الأجهزة الأمنية لما تمكننا كحكومة محلية من إنجاز هذه المشاريع التي تنجز الآن في عموم محافظة الأنبار وليس فقط في قضاء الفلوجة. كل الشكر والتقدير إلى الإخوان أبطال الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها، وشكر وتقدير خاص إلى الأخ القائد لواء الركن ناصر أحمد غنام.